كما أصبح معتادا في العراق، كانت السيارة المفخخة هي السلاح. الأولى سيارة أجرة حمل قائدها ركابه من الزوار الشيعة ظهر السبت إلى مصيرهم حين انفجرت على الطريق السريع بالقرب من حي الشعلة شمالية بغداد. بعد ذلك بنحو ساعتين انفجرت أخرى عند تقاطع الصدرين وساحة عدن على أطراف حي الكاظمية، فبلغ عدد الضحايا العشرات وفقا لوزارة الداخلية. والضحايا هم من الزوار الشيعة الذين كانوا في طريق عودتهم من زيارة ضريح الإمام موسى الكاظم بعد انتهاء مراسم إحياء ذكرى وفاته. هم الزوار مو تجي من الزيارة، نعم، يصعدون ويروحون، فتجمع مساجد هواية، وفجأة صار انفجار. الجيران قال العالم مذبحة هواية، يعني شنو سببها؟ بس شنو ذنبها؟ الناس زوار، يعني لا حول ولا قوة. وتكرر هذه الهجمات يثير الخوف من تأجيج العنف الطائفي من جديد في العراق، خاصة مع الأزمة المستحكمة التي تعصف بحكومة البلاد، كما يفجر الغضب إزاء هذه الحكومة. من سيطرة بغداد الرئيسية مال الدورة للشعلة تفتيش ماكو، اليوم استثنائي، المفروض يستنفرون كل قواتهم الأمنية. واليوم استثنائي بسبب حجم الحشود التي تتجمع لإحياء ذكرى وفاة الإمام مع تدفق الزوار الشيعة من جميع أنحاء البلاد على المكان. اللافت للنظر حالة الرضا لدى البعض عن الخدمات المقدمة. أجينا بأمان وراح نرجع الحمد لله والشكر وأمان وخير من الله. والله نعمة 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 خدمات، والله العظيم جانا من مدينة الصدر لحد هسه رجعنا خدمات. وكان تنظيم دولة العراق الإسلامية التابع للقاعدة قد أعلن مسؤوليته عن موجة هجمات ضربت أنحاء متفرقة من العراق الأربعاء الماضي، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، منهم العديد من زوار ضريح الإمام الكاظم.